رجالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقه لغايه ما ظهرت انت. بقى انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل، وان لطفي الماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته، وان مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقه اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا ايه؟ هو ده راي الدوله؟ لا، ورايي انا كمان بشكل ودي كصديق لكل الاطراف. بص يا زومبي، انا هتجوز مهجة غصب عن عين ام الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مره ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه يا راجل، انا كنت واثقه انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا، اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ، مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة، الدوله لسه نايمه ما صحيتش. خليني اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. هاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا لا لا، ده كتير كتير. الله، الصحافة تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه.
انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك يا سيدي؟ الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي، انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، انا ليا 80 مره. احنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مره على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. انا هوقف ايه المانع عندكم؟ انت بتقول ايه؟ ده سجن محترم مش شقه مفروشه. طيب انا بحملكم المسؤوليه كامله. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان، هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الراي. مين؟ سجناء الراي. هوصلها للامم المتحده، هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام. من ايام ما كنت في الاعداديه ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده؟ تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه. انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله، والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح. رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم، عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. الظاهر انها تسويه شامله. كان لازم الدوله تعمل كده. كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح، ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديات بتاثر على الصلاحيات في السكاسمستكيتس. هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه؟ هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجه هنم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير. نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث: الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى. الله، إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة.